نار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا. نار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا. بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية. نسير بسيرهم حتى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. ففي دروس قدوات حديثنا اليوم بعد كلامنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة من البشر، ثم الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين، الحديث اليوم عن فاروق الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هو عمر بن الخطاب يكنى بأبي حفص، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. لقب بالفاروق لأنه أظهر الإسلام بمكة، ففرق الله به بين الكفر والإيمان. والله يا أخوان، هنا وقفة مهمة جدا. أحيانا إنسان يجعله الله تعالى سبباً لإعلاء كلمة الله، وأحياناً إنسان مسلم بتصرفاته ينفر الخلق من دين الله، أحياناً إنسان يكون فاروقاً يفرق الله تعالى به بين الحق والباطل، وأحياناً إنسان يكون مدلساً يخلط على الناس دينهم. فانتبه وأنت تمشي في درب الله عز وجل أن تكون سبباً لإعلاء كلمة الله تعالى، سبباً لإعلاء كلمة الله عز وجل في بيتك، سبباً لإعلاء كلمة الله تعالى بين أصحابك، سبباً لإعلاء كلمة الله تعالى في مكان عملك. واحذر أن يقول الناس يا أخي فلان بيصلي، بطلت صلي أنا. يا أخي فلان بيجي على الجوامع، أنا بطلت أجي على الجوامع، لأنه تعامل معي ماديا فغدرني، لأنني سافرت معه فرأيت منه كل قبيح، نسأل الله السلامة. هلأ بلا ريب بأن الإنسان يبتلى، وهذا الذي يقول أنا لن أصلي بسبب فلان أو لن أدخل المسجد بسبب فلان، هذا سقط في الفتنة، هذا لم ينجح في الاختبار الذي اختبره الله تعالى فيه. لكن بالمقابل الرجل الذي كان سببا في إبعاده وصده عن سبيل الله، هذا رجل حسابه عند الله عسير. يعني مرات شاب يتزوج فتاة يطمع لأنهم قالوا له إنها حافظة قرآن، أو إنها ترتدي مانطو وحجاب ثوب إسلامي صحيح، يطمع بأنها خيرة، وإذا بها صحيح حافظت قرآن، وصحيح لباسها في الطريق جيد، لكن أخلاقها مع أمه شريرة، شريرة بكل ما تعني كلمة الشر، لكن رعايتها لأولادها سيئة، سيئة بكل ما تعني كلمة السوء من شر. هي حافظة للقرآن نعم، لكن تعاملاتها البيتية سيئة.
الآن حدث بأنه بعد نصح طويل وشجار كثير ومشادات بالكلام كبيرة طلقها. لما راح ليتزوج مرة ثانية قال أريد إنسانة من دون حجاب. يا لطيف، يعني هي صدته عن سبيل الله عز وجل. لا ريب بأنه هو محاسب، يعني هو سقط، لم ينجح في هذا الاختبار الذي اختبر بلا ريب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ليس له أن يقول لله عز وجل لأنها أساءت كرهتني في الدين لذلك أنا ابتعدت عن أهل الدين، لن يفيده هذا الكلام عند الله، هو لم ينجح وسيحاسب. لكن هي أيضا هذه الغادرة أو هذه التي كانت سببا في صده عن سبيل الله عز وجل، لا ريب بأن الله عز وجل سيحاسبها. يا أخوان، سيدنا عمر بن الخطاب لقب بفاروق الإسلام لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. علامة على الحق سيدنا عمر، علامة على التفرقة بين الصواب والخطأ سيدنا عمر، علامة على التفرقة بين إظهار وإعلاء دين الله وبين الاستتار بدين الله سيدنا عمر. ولد عمر بعد عام الفيل 13 سنة، معناته هو أصغر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة. كان طويلا جسيما، إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. والده الخطاب ابن نفيل، وكان النفيل جده ممن تتحاكم إليه قريش. والدته حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، تزوج عددا من النساء في الجاهلية، وبعد إسلامه تزوج أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنها. يعني سيدنا عمر شو بيقرب سيدنا علي؟ صهره جوز بنته. في حدا بيعطي بنته لإنسان يكرهه؟ في حدا بيجوز بنته لشخص بيكرهه؟ ما ممكن. فالذين يشوشون بين أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم من الجهل وقلة الدين، ما الله به عليم. ومن يخاصم أحمد في صحبه فخصمه يوم القيامة أحمد. عدد أولاده رضي الله عنه 13 ولدا، وهم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض وحفصة ورقية وزينب وفاطمة رضوان الله عليهم. أمضى عمر في الجاهلية شطرا من حياته، ونشأ كأمثاله من أبناء قريش، وامتاز عليهم بأنه كان ممن تعلموا القراءة. الذين كانوا يكتبون ويقرؤون في مكة قلائل، واحد منهم عمر بن الخطاب. وقد حمل المسؤولية صغيرا، ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف ولا مظاهر الثروة، ودفعه أبوه الخطاب إلى المراعي يرعى إبله. حذق من أول شبابه ألوانا من رياضة البدن كالمصارعة وركوب الخيل والفروسية، وتذوق الشعر ورواه. عاش عمر في الجاهلية وسبر أغوارها وعرف حقيقتها وتقاليدها، ودافع عنها بكل ما يملك من قوة. ولذلك لما دخل الإسلام عرف جماله وحقيقته، وتيقن الفرق الهائل بين الهدى والضلال. لذلك قال قولته الشهيرة: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هنا في وقفة مهمة: إذا رأيتم رجلا رأسا في الضلال، شديدا قويا ذكيا فطنا لكنه ذاهب باتجاه الضلال، هذا الرجل
إن استطعت أن تدعوه إلى الإسلام وإلى الهدى هذا سيكون في الإسلام من خيرة الرجال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. يلي بيكون زعيم بالجاهلية بس يأسلم هذا بيطلع منه خير كتير كبير. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، يعني إذا فهم هذا الدين وانضبط أوامره، هذا يصير رأسا. لذلك إن استطعت، مرات بيكون في إلك أصدقاء شلة، هذه الشلة إلى زعيم، هذا الزعيم فعلا يحرك كل المجموعة، هذا إذا بتقدر تصطاده وتجيبه إلى درب الدين هذا بيجيب لك وراه شي 30-40 واحد. والإسلام يا أخوان يصطاد الكبار. الحملات التبشيرية تذهب إلى البلاد الفقيرة، إلى الناس الضعفاء، إلى الناس المعاويز، فبتداويهم بتطعميهم بتلبسهم من أجل أن تشتريهم لدخول النصرانية. بس الإسلام مو هيك بيعمل، الإسلام بيروح لعند كبار القوم، لعند رؤوس القوم، لعند الرؤساء، لعند القادة، لعند الوجهاء، لعند العلماء. هؤلاء بيجيبهم الإسلام، يجيبهم عقلا، يأتي بهم إلى دربه عقلا، ويأتي بهم إلى دربه فكرا، ويأتي بهم إلى دربه قلبا وروحا، ويأتي بهم إلى دربه صلاحا ورشادا. لذلك بتلاقي الإنسان كلما ازداد علما كلما قربه علمه من الإسلام. في كتاب قديم موجود في المكتبات اسمه الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب فيه مقولات لقريب 30-40 عالما في العالم، شيء عالم بالكيمياء، شيء عالم بالطب، شيء عالم بالفلك، شيء عالم بالذرة، شيء عالم بعلوم الحيوان. كل هؤلاء دلهم على الإيمان بالله تعالى علمهم. واحدهم أذكر كتب يقول: كلما أردت أن أزداد قربا إلى الله تعالى دخلت إلى مخبري ونظرت في عدسة المجهر. كل ما بتطلع أكثر بالخلية تحت المجهر وأغوص في تفاصيلها بزداد قرب من الله عز وجل. الإسلام يصطاد الكبار، فأنت اجتهد إذا بتعرف أناسا وجهاء كبراء وبتستطيع أن تأتي بهم إلى درب الإسلام، إلى درب الصلاح، إلى درب الخير، هؤلاء يكون منهم خير كبير ويكون من ورائهم خير كبير. فعمر عرف الجاهلية وكان رأسا في الجاهلية، وكما رأيتم كان يعني عنده فروسية وعنده مصارعة وعنده رمي، يعني قوي شديد عتيد. لذلك هو عمر لما أسلم كمان كان بالإسلام رأسا. أسلم عمر في السنة السادسة من النبوة وهو ابن 27 سنة، يعني عمر هذا فاروق الإسلام. قديش عمره؟ الواحد بيظن أنه عمر يمكن لازم يكون عمره 70 سنة، عمر لازم يكون شيء رجل كبير، عمر 27 سنة. جاء في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد، يعني من زوجة سعيد بن زيد، وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام من مكة رجل من قومه من بني عدي قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن مع زوجها. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان حولوا بيوتهم إلى مدارس، يعني لما أسلموا كان يجوا لعند بعضهم البعض يعملوا زيارات، بس بالزيارة شو بيعملوا؟ بيتعلموا القرآن الكريم، بيتعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيتعلموا الفقه، بيعلموا بعضهم البعض، اللي بيعرف بيعلم اللي ما بيعرف. وهذا الشيء جدا جميل، أنت اتخذ لنفسك أصحابا
تعدوا هيك كل خميس مع بعضكم، كل أربعة مع بعض، كل سبعة، كل ثلاثاء مع بعض، كل يوم سبت، كل يوم جمعة. بس هلأ تعملوا جلسة قرآن، تعمل جلسة حديث، تعمل جلسة فقه. أما ما معقول شاب مسلم ملتزم بيعمل سهرة مع رفقاته كل يوم سبت، كل يوم جمعة، شو أخي في بقلبي السهرة؟ لعب شدة. معقول يعني أنتوا بكون تعدوا ثلاث ساعات أربع ساعات تلعبون تضيعون الوقت وتضحكون؟ قال إيه ما عم نأذي أحد. طيب ما عم تأذي أحد بس ما عم تستفيد ولا عم تفيد أحد، يعني أنت ما عم تأذي بس ما عم تفيد. ليش ما أنت تزورني وأنا ما بعرف أقرأ قرآن تقرئني القرآن، وأنا أزورك وأنت ضعيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقرأ عليك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة الذين اضطروا للسفر بعضهم صار يعمل هيك جلسات، يعني يجتمعون خمسة ستة في بيت واحد، تعال أنت أفضل منا بالقرآن علمنا، وأنا أفضل منك بالحديث بعلمكم، اليوم أنا وبكرة أنت، أو أنا بتكلم نصف ساعة وأنت بتكلم نصف ساعة وأنت بتكلم نصف ساعة. فبتكون هذه الجلسة مثمرة، فيها ضحكة، فيها ابتسامة، فيها ضيافة، بس فيها فائدة كمان. الصحابي الله يرضى عنهم هذا كان شأنهم. خباب ابن الأرت كان يجي لبيت سعيد ابن زيد مع زوجته ابنة سيدنا أخت سيدنا عمر، فكان يقرئهم القرآن الكريم. قال فخرج عمر يوما متوشحا، وهلأ كل هذا كان بالخفاء. خرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا. من هذا البيت اللي عند الصفا؟ الأرقم ابن أبي الأرقم كان عنده بيت عند جبل الصفا. الصفا كانت بعيدة عن مكة، الآن الصفا والمروة دخل يعني بقلب الحرم المكي، بس إن كانت بالنسبة لأهل مكة بعيدة. فالأرقم عنده بيت، فكانوا يجتمعوا في بيته يتدارسون القرآن الكريم، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو بكر وعلي في رجال من المسلمين رضي الله عنهم. فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا هذا الصابئ والذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. قال له نعيم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال وأي أهل بيتي؟ قال له قبل ما تروح بدك تتهجم على محمد روح شوف أهل بيتك. قال من؟ قال ختنك يعني صهرك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما. قال فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب ابن الأرت معه صحيفة فيها طه سورة طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فأخفتها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ في وتوتة كنتوا عم تحكوا. قال له ما سمعت شيئا؟ قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. قال وبطش بختنه سعيد بن زيد، راح فورا ضرب صهره. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى، وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد، وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها،
تقوم تاخذها لا تمزقها. قال لها لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قرأ عمر، قال فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. فلما سمع ذلك خباب، خباب متخبي بقى بالمخدع، لما سمع ذلك خباب خرج إليه وقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. هلأ هون في وقفة، أبو الحكم بن هشام هذا أبو جهل، أبو جهل كان ضرس واستمر ضد الإسلام، وعمر بن الخطاب كمان ضرس ضد الإسلام. النبي عم يدعي لهم للاثنين إنه الله عز وجل يجعلهم في صفوف المسلمين، أو أنه صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. واستجاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر. هلأ مرات أنت بتشوف واحد يعني ضرس في الابتعاد عن الدين، بس إذا صار بصف الدين هذا بيخدم الدين، فادعو الله تعالى له لعل الله عز وجل ببركة دعائك أن يهديه. هلأ في واحد مو ضرس بعداء الدين، مرات بيكون ابنك أخوك جارك صديقك، هو مو ضرس بعداء الدين بس هو بعيد جدا عن الدين. قوم بهالليل الدنيا رمضان، عند التهجد عند قيام الليل ادعو الله تعالى له أن يهديه، ثم ادعوه إلى درب الهداية. هلأ بين قوسين يا شباب، أنت كم واحد جبت على الجامع؟ ولا واحد؟ إذا ولا واحد مشكلة. أنت كم واحد كنت سبب في أن يمشي على الصراط المستقيم؟ ولا واحد؟ صار عمرك 20 سنة ولا واحد أنت جبته؟ معناته قديش أنت ضعيف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مهمة مين؟ مهمة المشايخ، هذا مهمة كل المؤمنين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كلياتهم. لذلك ادعوا الله تعالى. هلا مرات واحد بيقول طيب يا أخي هذا مستحيل يجي على الجامع، وسيدنا عمر بن الخطاب كان مستحيل يجي على الجامع بس أسلم عمر وصار فاروق الإسلام، بس أنت قوم ادعي له كمان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال أبشر يا عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد صلى الله عليه وسلم حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، الوشاح يعني بيحط الحبل كأنه يعني هذا الطوق الذي يوضع أو هذا الوشاح الذي يكرم به كبار القوم، وضع السيف وشاحا ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال يا رسول الله هذا عمر متوشحا السيف. قال حمزة فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إئذن له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذه بمجمع ردائه. النبي صلى الله عليه وسلم مسكه، وعمر رجل طويل وقوي ومصارع في زمناته كاين وعنده رماية، النبي صلى الله عليه وسلم مسكه هيك من صدره، ثم جبذه به جبذة، مسكه هيك وهزه النبي صلى الله عليه وسلم شده شده إليه، وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. إذا ما بدك تفهم الله بده ينزل في قارعة تقرعك. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة، عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. الآن ما إن أسلم عمر حتى أعلن أمام قريش إسلامه، وخرج المسلمون بعد أن كانوا مختبئين بالصفة بدار الأرقام، خرجوا أمام الناس يعلنون إسلامهم. عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا، فصلينا وطفنا. وقال: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، وكان عدد المسلمين يومئذ 39، 39، وعمر إجا واحد صاروا 40. متى ما أسلم عمر قال لهم: قوموا اطلعوا من دار الأرقام، وصاروا يطوفوا حول الكعبة. الله يجعلك أنت سبب لعز المسلمين، الله يجعلك سبب لعز الإسلام، الله يجعلك سبب بحيث المسلمون يقولوا: هذا من عنا، هذا منا. أما الله يعيذنا من أن نكون سبب يذل المسلمين بسببنا، مسلمون يقولوا يعني بصير يمكن مو مسلم، هاد هو بيكون مسلم بس بدهم يقولوا أنه مو من عنا هذا، لأنه عامل شغلات قبيحة جدا. أما سيدنا عمر كان سببا في عز الإسلام وفي عز المسلمين. للموضوع وللحديث عن سيدنا عمر تتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا، أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام